اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. السلام على المكسور ضلعها، السلام على المضيع قدرها، السلام على المسقط جنينها، السلام على بنت رسول الله المفجوعة المقهورة، أم الأئمة من مبلغ عني الزمان عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكر ما راح من عهد الصبا. إن عاد رائق صفوه أو آبا يا ويح دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا يا دهر تعامى عن هداه فإنه من بعد أحمد بدلوا مذغابا يا باب فاطم لا طرقت بخيبتي، يا باب فاطم لا طرقت بخيبتي ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب نفسي فداك يا باب، أما علمت بفاطم وقفت وراك، نفسي فداك يا باب، أما علمت بفاطم وقفت وراك توبخ الأصحاب. أوهن عليك يا باب، أوهن عليك يا باب، فما استطعت تصدهم لما أتاك بنو الضلال غضابا، أوما درى المسمار حين أصابه، أوما درى
المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي أصاب. أو ما در المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي أصابها. عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك التراب هو أول الشهداء بعد محمد ويرى المصاب على المصاب صوابا. أول ما نادت صاحت أبتا انظر ما يصنع بحبيبتك من بعد. أبتاه ماذا لقينا من بعدك. بو يا بو يا بو يا آمر آمر على عبد ضربني. بو يا آمر على عبده ضربني ضربني من ضربته للقاع ذبني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذرأ الله الخلق وأشهدهم على نفسه قالوا اللهم بلى. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. عرض عليهم حب علي وفاطمة فمن بادر كان نبيا ومن تأخر كان من شيعتهم. من الأحاديث النادرة التي قلما طرقت الأسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدل بكل صراحة وبكل وضوح على مقام الزهراء المتعالي على جميع مقامات الأنبياء ونبوتهم إلا ما ورد في الاستثناء أن أباها النبي أفضل منها وأن عليا أفضل منها بدليل أنه لما واراها علي الثرى سلام الله عليها أخذ يحدث أولئك الخاصة الذين حضروا تشيع فاطمة بنت النبي اللي تشيعها ملائكة السماء يوم القيامة ما شيعها إلا سبعة في الأرض. قال لما واريت فاطمة الثرى جاءها الملكان وسألاها عن ربها وعن نبيها الله ربي والنبي أبي وسألاها من إمامك
قالت هذا الجالس على شفير قبري. معنى ذلك أن لفاطمة أيضا كان إمام، وهنا يجري البحث في مسألة الإمامة، أن فاطمة عندما توفيت سلام الله عليها توفيت وعليها إمام، بناء على الحديث الذي أجمع عليه الأحاديث بشتى أو الحديث بشتى أنواعه وصوره اللي أجمع عليها المؤلف والمخالف، بأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هنا يجري الحديث أن فاطمة ماتت عن إمام أو لا، أكان عليها إمام؟ فإن كانت رفضت إمامة البعض فأولئك ليسوا بأئمة، وإن كانت وقفت إلى جانب علي مدافعة عنه بأنه إمام وقد سئلت في القبر. وهنالك قد يرد إشكال، أتسأل مثل فاطمة في قبرها ومن السائل؟ طبعا هذا سؤال نسميه تشريفات يعني، وإنما فاطمة لا تسأل، يعني الإسلام يريد يقول أن كل واحد مسؤول في القبر. حال هذا المعنى حال من يولد مختونا، فإن الإمام المعصوم يولد مختون. صاحب الشرائع العلامة الحلي وباقي الكتب تذكر أنه إذا ولد الإنسان مختونا فما هو حكمه؟ يقولون يجرى عليه، يمسح عليه بالموسى لإجراء السنة، موضوع تشريفات يعني ليس أكثر. فالسؤال من فاطمة كان تشريفات، فإذا ماتت عن إمام، إنها كانت تعرف إمام زمانها. ومن كان الإمام على علي عليه السلام؟ طبعا الإمام على علي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن النبي لما توفي لم يصلي عليه علي كجماعة، بل صلى على انفراد وأمر جميع المسلمين أن يصلوا على جنازة النبي بانفراد، وعندما سألوه لم لا تصلي بنا جماعة قال رسول الله إمامنا حيا وميتا. اللهم صل على محمد. نأتي إلى الحديث الشريف الذي تلوناه على مسامعكم، بأن الزهراء سلام الله عليها إضافة إلى أنها هي أساس الخلق، بناء على الحديث الذي تم ذكره وشرحه في الليلة السابقة بأن لولا فاطمة لما خلقتكما، إضافة إلى ذلك أن فاطمة هي سبب وجود نبوة الأنبياء، يعني ما اتصف نبي بهذه الصفة إلا بسبب حبه للزهراء. اللهم صل على محمد. هذا صريح حديث النبي لما ذرأ الله الخلق وأشهدهم على ربوبيته، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هاي أول مرحلة، اللي أول من قال بلى من الخلق في الشهادة على ربوبية الله هو نبينا صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك الأنبياء، لذلك أصبح أفضلهم. ننتقل إلى المرحلة الثانية، من أصبح أفضل الخلائق اللي أصبحوا أنبياء؟ فعرض الله سبحانه وتعالى حب علي وفاطمة على الخلائق. هسه هذا العرض شلون كان؟ رغم أن بعض المفسرين على ما أظن منهم العلامة الطباطبائي ينكر موضوع
عالم الذر، يقول هذا الشيء ما موجود. والحال أن هنالك روايات متضافرة تدل على موضوع عالم الذر، والآيات الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى جعل الخلائق كالذر فأشهدهم على نفسه. المرحلة الثانية عرض حب علي وفاطمة على الخلائق. ذاك الوقت الكل كان عنده شعور، يعني الآن احنا ما نتذكر ذاك العالم ولا واحد من عندنا، ولا أحد منا يتذكر عالم الأرحام. هل أحد منا يتذكر عندما كان جنينا في بطن أمه؟ ولا أحد منا يتذكر عندما كان في عالم الذر، بل هذا أمر فطري. هناك كان عندنا حرية الاختيار، عندنا شعور، عندنا فهم، عندنا عقل، نفهم ما يقول الله، ندرك من علي وفاطمة. لذلك من بادر في حبهم، يعني لو بالتعبير المجازي إلا رفعوا أيديهم أول مرة وقالوا نحن نحب عليا وفاطمة، كانوا 124,000 شخص لا غير. أول شيء يعني إذا قسمناها كمراحل كما يقول الحديث الشريف، إنها مرحلتان. المرحلة الأولى فمن بادر، المبادرة شنو؟ يعني أنت أول من يفعل هذا العمل، أنت أول من تتكلم. فمن بادر كان نبيا، يعني بلا الأمثال تضرب ولا تقاس. الله سبحانه وتعالى قال اللي رفعوا أيديهم روحوا على جانب، أنتم أصبحتم أنبياء لهؤلاء البشر وللخلق ولهؤلاء الخلق. أصبحوا أنبياء بسبب، إذن صفة النبوة ما جاءت بعد هذا اختيار الله، يعني مو أنه قضية مجاملة وغلو، هذا كلام وحديث صحيح لرسول الله. يعضد هذا الحديث مئات الأحاديث المتشابهة اللي تشبه هذا الحديث بالمعنى وباللفظ، مثل ولولا فاطمة لما خلقتكما، وإن الله سبحانه وتعالى نعم جعل فاطمة حجة على كل الخلائق، وأمنا فاطمة حجة علينا، نحن حجة على جميع الخلق. لولا فاطمة لا علي لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه، والله فرض محبة فاطمة على جميع الأنبياء. هنالك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى وعلى هذا اللفظ، أنتم أصبحتم أنبياء ببركة حبكم للزهراء. النبوة ما جاءت إلا بعد محبة علي وفاطمة. ثم المرحلة الثانية، ومن تأخر، وهذا التأخير يا أحبتي أيضا في هؤلاء الخلائق، ما أقدر أنا أتصرف بالحديث اللي أقول مثلا دقائق ثواني، ما أدري، لكن هذا التأخر أيضا كان فيه درجات. اللي تأخر عن حب علي وفاطمة في الجواب لله سبحانه وتعالى بأني أنا المحب، أصبح من شيعتهم، أصبح من الموالين. إحنا وياكم اللي تأخرنا، هذولاك صاروا أنبياء اللي تقدموا. يعني على فرض لو زيد من الناس هم كان يرفع إيده مع الأنبياء لأصبح نبيا، تأخر باقي الخلق فأصبحوا من شيعتهم، من شيعة وعلي وفاطمة. عد هذا التأخر بدرجات، الدرجات من أين تتبين؟ من مقدار حبك وحبي للزهراء ولعلي. إيش قد إحنا في هذا الحب صادقين، مو صار امتحان وبلاء للمؤمنين على طول الخط، على طول التاريخ؟ مو إحنا نعيش الآن في زمان يذبح المحب في بعض الأماكن على الهوية وعلى المحبة،
وأولئك الذين صبروا وماتوا قهرا وقتلوا صبرا على محبة أمير المؤمنين. ذاك التاريخ يحدثنا عن أمثال حجر بن عدي، لا أصلا التاريخ يحدثنا الانقلاب بعد رسول الله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولا تتعجب إذا كان الزبير بن العوام من الخمسة الذين حلقوا رؤوسهم وجاءوا باكرا عند علي عليه السلام، اللي الرواية تقول ارتد الناس بعد رسول الله إلا خمسة، في رواية إلا سبعة، الزبير كان منهم، لكن بعد ذلك ماذا؟ هذه كلها إلها آثار من ذلك الموقف الذري إن صح التعبير، للإمام أمير المؤمنين لما يحمل سيف الزبير يقول سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخمسة هذولا الموالين الأنصار المهاجرين، لذلك تأذت فاطمة، لذلك كان علي يبكي ليلا نهارا. يدخل علي أخوه عقيل يقول له يا علي تبكي لماذا؟ يقول أبكي لجهل هذه الأمة، لارتداد هذه الأمة. يعني هذه جهود النبي 23 سنة الدعوة السرية الخفية والعلنية كلها تذهب هباء. هذول المهاجرين اللي شلون وقفات كانت لهم، الأنصار اللي شلون كانت وقفات لهم. الإمام أمير المؤمنين كان يركب فاطمة على بغلة وبيده الحسن والحسين، وكان يجي يطرق واحد واحد بيوت المهاجرين والأنصار في الليل ويستنجدهم ويطلب منهم البيعة، ويقولون عذرا يا علي فقد سبقت بيعتنا لهذا الرجل، احنا ما نقدر نبدل بيعتنا. عجيب شلون انقلاب هذا. لذلك معاوية أخذ يعيب عليا، كتب رسالة لعلي عليه السلام قال له أنت تروح تشيل مرتك زوجتك تروح على بيوت الأنصار والمهاجرين وبيدك الحسن والحسين ويردوك، هذول المسلمين اللي أنت كنت تفتخر بيهم، هذول المهاجرين والأنصار اللي كنت تفتخرون بيهم، ما تشوف شلون ما وقفوا لكم. هذا كان يؤذي ضمير الإمام، كان يؤذي قلب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. عد إيش قد هذا الامتحان هنا، أنه ومن تأخر كم كان مقدار التأخر. وهذه درجات المحبة اللي أنا وياك عدنا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تختلف درجاتنا إحنا، مو إحنا على حد سواء في المحبة. منهم من حاص حيصة، ومنهم لا، من جاء باكرا محلقا رأسه وبيده سيفا تحت اختيار علي بن أبي طالب. لكن احنا نقول الحمد لله، هذه بشارة زفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، على الأقل احنا من الفئة التي تأخرنا وقلنا نحن نحب عليا وفاطمة. إذن لا تلوم هذا الناصبي، هذا من قاع، من أصل، من عالم الذر، النصب موجود في وجوده. لذلك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام لو اجتمع أهل العالم، البارحة ذكرت بالليل هنا هذا الحديث، لو اجتمع أهل العالم أن يخرجوا واحدا من شيعتنا عن ولايتنا لما استطاعوا، ولو اجتمع أهل العالم أن يدخلوا واحدا، مضمون الرواية، واحدا من أعدائنا في ولايتنا لما استطاعوا. ليش؟ لأن الأصل من عالم الذر النصب موجود والمحبة موجودة. ولو سألتني إذن لماذا هذا يتغير، هذا يستبصر، هذاك يروح كذا، عندنا نماذج يمكن من الموالين راحوا، مو نماذج قليلة طبعا، ها
هذا أصله لازم تراجع تشوف الأصل وين. الأصل خربان، أكو هنالك بيئة غيرت عقيدة الإنسان، اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. لعد ليش نشوف يهود ونصارى إلا أن أبواه هما اللذان يهودانه ويمجسانه. وإذا صار واحد مسيحي مسلم هذا كان من قاع شهد بالفطرة لله، لكن البيئة غيرت. البيئة اللي تغير يصير من ناصبي يصير موالي، هذا أصلا موالي، شهد ذاك اليوم رفع إيده، كان ممن تأخر بالإقرار بحب علي وفاطمة. عرفت لو لا؟ لو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من شيعتنا عن ولايتنا لما استطاعوا. لو شنو ما تبذل من مال تريد تغير تبدل، ولو اجتمع أهل العالم على أن يخرجوا واحدا من مبغضينا إلى ولايتنا، قلت مضمون الحديث لما استطاعوا. هذه فاطمة الزهراء، حبي وحبكم يا أيها الأحبة لفاطمة من عالم الذر، لكن البيئة كان إلها تأثير، حليب الأم إلى تأثير، التربية إلى تأثير. يقول الشاعر لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. زين هذاك اللي يشكل، يعني من الموالين بحسب الظاهر، يشكل عنده إشكالات على قضية الزهراء، ينكر كسر ضلعها، ينكر غلامتها، ينكر أنها فاطمة لأنها فطمت من الدماء، بتول بتلت من الدماء، ها؟ أو يقول مثلا أنا سألت الأطباء قالوا هذا قد يكون أمر عادي عارض للمرأة ألا ترى دما ففاطمة كباقي نسوان العالم. هذا آخر واحد اللي شهد بحب علي وفاطمة، فتكون درجته ضعيفة جدا في الولاء، فلا تعجب، هذا من عالم الذر، ما تقدر تسوي له شيء، ما تقدر تغيره، ما تقدر تبدله، حتى لو على رأس عمامة ماكو فرق، لا يتغير، العمامة ما تغير والشهادة ما تغير، ما دام هنالك فطرة متأصلة في وجودها الإنسان هذا. فمن بادر كان نبيا، ومن تأخر كان من شيعتهم. عجيب هذا حديث اللي أصلا عرفت لو لا نقدر نقول عنوان صحيفة الأحاديث التي وردت في فضل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. من هذه فاطمة اللي الله سبحانه وتعالى خلق الوجود لأجلها؟ مو الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتخب جارية وحبيبة لنفسه وهو بيد الخلق وهو قادر على كل شيء، مو هيجي؟ وهو الصفات المتعددة، 100 اسم من أسماء الله. المتكبر يريد يتكبر على عباده ويقول هذه فاطمة غصبا على كل العباد أن يحبوها على جميع الخلق أن يحبوا فاطمة. ولذلك كان النبي، أكو واحد من المسلمين بالله عليك يخرج إلى عامة الناس في خطبة الجمعة في أي خطاب يقول أيها الناس أحبوا ابنتي، معيب هذا الكلام؟ لكن في مثل فاطمة فريضة وطاعة، لأن حب فاطمة مو من الحب اللي إحنا نتصور في باقي نساء العالم. حب فاطمة يعني الطاعة والانصياع لأوامر أولاد فاطمة وما يتبع الزهراء عليه السلام منه. حتى علي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو الإمام مو بس، قلنا أكو استثناء دائما،
وهو إمام الزهراء قال يا علي نفذ ما تأمرك به فاطمة. يعني ماذا؟ يعني لا يحق لأحد من المسلمين أن يتعالى على الزهراء بأي صفة يدعيها، يدعي أي منصب أو أي صفة ويريد يتعالى على فاطمة. يعني صير بعد هذا تقول يا فاطمة أين شهداؤك على ما تدعين؟ روحي جيبي لي شهود. أبدا، هذا عمل خاطئ، هذا خطأ. نفذ ما تأمرك، الوصي الأفضل الأعلم باب مدينة علم رسول الله اللي هو أقضاكم أعلمكم أفضلكم علي، نفذ ما تأمرك به فاطمة. فلا يحق لواحد من الخلق بعد هذا أن يطالب فاطمة بالشهادة، أن يطالب فاطمة سلام الله عليها ويحاججها فيما تتصرف وفيما تقول. لذلك كانت متأثرة الزهراء، يعني الزهراء من جانب كسر ضلعها وسقوط جنينها، الباقي الآخر هو التأثر على ضلالة هذه الأمة من بعد رسول الله. فاطمة وما أدراك من فاطمة، إنها الصديقة الكبرى، رواية عن الإمام الصادق، هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. إبراهيم إذا ما يعرف الزهراء ما يصير نبي، موسى إذا ما يحب فاطمة ما راح يكون نبي، عيسى إذا ما يعرف فاطمة ما يكون نبي. هذا اللي تعضد ما قرأنا في أول المجلس، هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. سلام الله عليك يا بنت رسول الله، من هذه؟ إلها مواقف يوم القيامة. يقول ينصب لها منبر 5 أدرج فتعلو عليه وبين يديها الحور العين والملائكة صافين ومجامر البخور وغير ذلك، فتخطب بخطبة لم يسمع مثلها الأولون والآخرون. حتى الأنبياء يستمعوا لخطبة فاطمة يوم المحشر. ثم تنادي أين ولدي الحسن، فيأتي الحسن مخضر الواجهة فتطالب في حقها. ثم تنادي إلهي أين ولدي الحسين، فيأتي الحسين ورأسه على كفيه. هذا موقف الزهراء. هناك الزهراء تطالب اللهم خذ بحقي ممن قتل ولدي الحسين، فينادي رب العزة، هنا أنا أريد هذه الكلمة، ينادي رب العزة اقتلوا من قتل الحسين وأدخلوا النار من قتل الحسين وذرية من قتل الحسين، الذرية إلى يوم القيامة. فتقول الملائكة يا رب القاتل يقتص من، فما ذنب الذرية؟ الرواية على ما أظن عن رسول الله يذكرها الرحمن الهمداني في كتابه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى، إما عن رسول الله أو عن الإمام الصادق. فينادي الله سبحانه وتعالى أما ترون كيف فعلت الذرية بشيعتهم؟ ما تشوفون الذرية إلى يومنا هذا؟ إلى يومنا هذا ماذا تفعل بشيعتهم لأنهم يحبوا فاطمة وعليا؟ وهذا موقف لفاطمة. وموقف آخر اللي عند هطول النعمة، وعندما يتفاجأ الإنسان بنعمة كبيرة قد ينسى حتى أولاده، لكن الزهراء ما تنساكم يا الموالين. تقف على باب الجنة، تزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، 70,000 من الملائكة أمامها، 70,000 خلفها، 70 عن يمينها، 70,000 عن شمالها، جبرائيل، حملة العرش، ميكائيل، إسرافيل. ثم تقف على باب الجنة
وطبعا أول من يدخل الجنة هي فاطمة الزهراء من جميع الخلائق رجالا ونساء. وهنا كلام أكو وتحليل السماك وقته أنه كيف تسبق أباها رسول الله إلى الجنة فاطمة، مو النبي أفضل الأنبياء وهو أفضل منها؟ ليش؟ لأنها نفس رسول الله. أنت لما تريد تروح إلى بستان أول شيء روحك تسبقك إلى، تقول الله شلون بستان وأنت ما داخله، روحك سبقت إلى تلك الروضة، مو هيجي؟ روح النبي فاطمة، النبي يقول فاطمة روحي التي بين جنبي، وعادة الروح قبل الجسد تتنعم بالنعمة. فهنا فاطمة أول تدخل اللي هي روح النبي، بعدين يدخل الجسد أو الجسم، تقف على باب الجنة قبل أن تدخل. ما تنساكم، لا تقصرون في حق الزهراء، لا تقصروا في محبتها، لا تقصروا في تربية أولادكم على محبة علي وفاطمة، ابذلوا المال لأجل تربيتهم على سبيل محبة علي والزهراء وأهل البيت. تقف على باب الجنة وتقول إلهي شيعتي، إلهي لقد ضيع قدري في دار الدنيا، أريد اليوم أهل العالم يدرون من هي فاطمة وشنو كان قدرها، خو ما عرفوها، ما شيعوا جنازتها وما عرفوا قبرها وين، لكن خلي الآن يعرفون قدرها وين. فاطمة ماذا تريدين؟ إلهي شيعتي، مو هذول بكوا علي، هذول وقفوا لي في المحبة، بذلوا من أموالهم، من أنفسهم، البعض من دمائهم، من أولادهم، أريد اليوم أوقف لهم. فيقول رب العزة فاطمة اشفعي تشفعي، يقول سيدنا وإمامنا الصادق فإنها والله تلتقط شيعتها ومحبيها عن مبغضيها، كما يلتقط الطير الحبة الجيدة من الرديء. هذاك موقف الزهراء، وين كانوا؟ هل أحد وقف لفاطمة؟ وينهم؟ وين ذولاك؟ إيها بني قيلة أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع؟ واحد من الخطباء في أحد المجالس 10 أيام كان مدعو، قرأ مصيبة الحسن، قرأ مصيبة الحسين، ليلة من الليالي يرى الحسن المجتبى في عالم الرؤيا، يقول له يا فلان أشو ما قرأت مصيبتنا؟ قلت فداك نفسي يا ابن رسول الله، أبي وأمي قرأت مصيبته، قرأت مصيبة أخيك الحسين. قال لا، أقصد لما هجموا على دارنا، هناك كانت المصيبة. وين المصيبة؟ يا مصيبة خلي هو الإمام الحسن يقرأ هاي المصيبة إلنا. قال لما هجموا على الدار وكسروا ضلع أمي الزهراء، داروا على أبي علي وأخذوه نحو المسجد، فكنت أنا وأخي الحسين حائرين، أنلحق بأبينا أم نجلس عند أمنا الزهراء نضمد جراحها. هناك زينب فاقت، فاطمة فاقت من دمعة زينب، بني زينب أين أبوك علي؟ قالت لقد أخذوه إلى المسجد، ذهبت خلفهم، إيد على ضلعها وإيد على صدرها خلف أمير المؤمنين وتنادي خلوا ابن عمي عليا أو لا أشكو إلى السميع البصير. ثم نادت لأكشفن بالدعاء راسي. يقول سلمان نظرت إلى جدران المسجد تحركت، انقلعت من جذورها حتى لو كاد الرجل أن يدخل من نفس المسجد من تحت الجدران لاستطاع.
نادى أمير المؤمنين: يا سلمان أدرك أمة محمد لئلا ينزل البلاء. اجيت إلها قلتها: يا بنت رسول الله، لقد بعث أبوك رحمة، فلا تكوني نقمة على الناس. قالت يا سلمان أما تنظر إليهم يريدون أن يتيموا أولادي ويقتلوا بعلي علي. رضاها سلمان حتى نعم رجعت عن نيتها. يقول: فانطبقت جدران المسجد على الأرض حتى دخل الغبار في خياشيمنا. هذه فاطمة الزهراء اللي بقى أمير المؤمنين يبكي عليها وما طلع من الدار. المؤمنين اجتمعوا. عادة إذا واحد فقد عزيز إلى هذه في بعض المجتمعات بعد ما يروح للشغل، ما يروح للمعل لمدة أيام، يجون الناس يطلعون من البيت يودوه إلى محل عمله. من اللي يروح يرضي عليا حتى يخرج من الدار؟ فإنه باق في البيت كالثكلى يبكي على فاطمة الزهراء. قالوا عمار إجا عند الإمام، يقول: دخلت على علي وجدته جالس، والحسن على يمينه والحسين على شماله، وزينب وأم كلثوم بين يديه، تارة ينظر إلى الحسن يبكي وأخرى إلى الحسين يبكي، ثم ينظر إلى زينب وأم كلثوم يقول: يا زينب يا أم كلثوم، أين أمكما فاطمة؟ جاي صبر للإمام عمار، قعد يبكي مع الإمام، جلس يبكي عمار. يقول: فبكيت حتى سكت الإمام وهدأ من البكاء. قلت: سيدي مولاي، عظم الله لك الأجر في فاطمة، ولكن يا أبا الحسن كفى العزاء على فاطمة. إيش قال للإمام؟ قال له: يا عمار لا تلومني، إن عزائي على فاطمة لسرمد. يا عمار، إني كلما تذكرت فاطمة تذكرت مشيتها ما كانت تخرم مشية رسول الله. يا عمار، وإن فاطمة إذا تحدثت تفرغ عن لسان أبيها رسول الله. بعد شنو الخصلة الثالثة؟ يا عمار، لما غسلت بدن فاطمة وجدت ظلال من أضلاعها مكسورة، يا قومك يا أبويا ما رعوني. الله الله الله، هنيئا لكم بهذه الدموع، هي هاي وسيلة الشفاعة إن شاء الله، احتفظ بها. قومك يا بويا يا بويا وياها: ما رعاني ساعدها واخلايا في عينك مرمراني. وإن كان لسان حال بس معبر يعبر عن فؤاد فاطمة المكسور إضافة إلى ضلعها المكسور. يا وخلاف عينك ما يا مأجور يا مرمراني. بويا برا المدينة، اي والله المدينة طلعوني.
إيه بارك الله. ومن البجع عليك منعوني ومن البجع عليك منعون العبد ألمها. الله الله. العبد ألمها وساء ودمتنا وسقوط ما أحسنها يجدد حزنها صرخت ونادت يوم أدمومتنها. إلك الباقي. ها صبت على إيه يا مصائب مأجور عيدها. صبت على يا مصائب ما شاء الله للأخير آخر المسجد. صبت على يا مصيرنا ليا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ضربها وأداها. إلهنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. عجل في فرج إمام زماننا. اكشف عنا همومنا وغمومنا واكشف عنا البلاء بفرج إمام زماننا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المؤمنين يا الله. إلهنا اقضي حوائج المحتاجين سيما حوائج هذا الجمع ومن أوصاني بالدعاء. اشفي كل مريض لا سيما المنظورين. احفظ علماءنا الربانيين سيما آية الله العظمى سيد صادق الشيرازي. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام وارحم الماضين منهم سيما الإمام الشيرازي وابنه المقدس وأخيه الشهيد. وإلى أرواح أمواتكم وإلى أرواحهم جميعا وأمواتي وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.